السلام عليكم. مكان مخفي في موبايلك بسجل جميع نشاطاتك على الجهاز من أول ما اشتريت الجهاز أو من أول ما استعملت الجهاز لغاية. طبعا إذا أنت ناوي يعني تبيع جهازك أو تعطيه لأي شخص لأنك ممكن اشتريت جهاز جديد، فيجب عليك أن تحذف جميع نشاطاتك على الجهاز. الآن بدنا ندخل ونشوف المكان المخفي اللي موجود عليه جميع النشاطات علشان نحذفها. ندخل إلى متجر جوجل، هون في الأعلى نضغط على صورة البروفايل، نضغط على إدارة حسابك على جوجل، بيجينا البيانات والخصوصية، نضغط عليها، بيجينا النشاط على الويب وفي التطبيقات، نضغط عليها، ننزل شوي لأسفل، إدارة هون في عنا إدارة كل النشاط على الويب وفي التطبيقات، نضغط عليها، ننزل إلى أسفل شوي، يجينا إثبات الهوية. إثبات الهوية يعني قفل الشاشة، نضغط على إثبات الهوية، لاحظ بيحكي لك أدخل رقم البن اللي هو قفل الشاشة، ندخل رقم البن وفي النهاية بنضغط على تم. جاري التأكد من هويتك. الآن ندخل إلى البحث في أنشطتك أو عفوا الفلترة حسب التاريخ والمنتج، نضغط عليها، لاحظون بنضغط على جميع الأوقات وكمان بنضغط على الاختيار الكل وبنضغط تطبيق. الآن بيحكي لنا حذف النتائج، نضغط عليها هون، هو بده يتأكد انه انت بدك تحذف جميع النتائج، يرجى التأكيد على انك تريد حذف هذا النشاط، سيتم حذف النشاط نهائيا من حسابك ولن يتم بعد ذلك استخدامه لأغراض التخصيص. إذا بدك تحذف فعلا تضغط على حذف، وإذا ما بدك تحذف تضغط على إلغاء إذا بدك تتراجع في اللحظة الأخيرة. نشوف الآن كيف بدنا نحذف. حذف النتائج، نضغط على حذف وبيكتب لنا اكتملت عملية الحذف، يتم حذف النشاط المحدد نهائيا من حسابك ولن يعود مرتبطا بك. نصيحة بشأن الخصوصية، إذا حاب أنت الاطلاع على سجل المواقع، الاطلاع على سجل كروم، الاطلاع على نشاط خدمة أخرى، وتضغط حسنا. وهكذا بنكون حذفنا جميع النتائج أو جميع النشاط على هذا الجهاز من أول ما استعملناه أو من أول ما اشتريناه إلى الآن. أتمنى أني أكون قدمت يعني محتوى مفيد، وإذا عجبكم هذا المحتوى أرجو أن تشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.